بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيرها هي كون إسي الذي إني يوضحها إسي تنا إفباسو يوكا لا إله إلا الله تنا إفقدو قوله تعالى لتربي والآنيت. وإذ قال ويتجد إبراهيم دبت تتتتي يا محمد، إذ قال ويتجد إبراهيم لأبيه أبا إساتين وقومه توت إساتين اللي إنني براء أن يكون كلودا مما تعبدون وان اسن قبر تنرى إلا الذي فطرني إسان أم ملي ربنا أم ملي فإنه إني سيهدين غنا نكاديلج وجعلها دبي تاسس كلمة دبي باقية هفتوتاتي في عقبه بود إساك ستي ذرية إساك ستي لعلهم أك إسان يرجعون دي بأنيف. وقوله تعالى جت ربي والآنيتي قل جد يا محمد يا أهل الكتاب يا يهود نصارى تعالوا كوتا إلى كلمة جمد بيدا سواء والكت أكتاتي بيننا جدوك النافي وبينكم جدوك سنتي ألا نعبد جبرو دابو، وهي كلمة والكتاب مالي ألا نعبد جبرو دابو إلا الله ربي مالي ولا نشرك كنديسو دابو إدأو دابو به ربي كينتي شيئا وأن تكلي ولا يتخذ قدأتو دابو تكا تاسفتو دابو بعضنا قرين كين بعضا قري أربابا ربي وانتكا جبرم توتا من دون الله ربي أستي. فإن تولوا يو إسان ددني غرغرن أقولوا جداني اشهدوا رقانوا بيا بأن مسلمون نتي مسلم توتته ودليل رقان شهادتي رقابه لا أن محمدا محمد رسول الله إرقما ربيته قوله جت قوله تعالى جت ربي والآنيت لقد جاءكم نقائس نت الفجرة رسول إرقمان من أنفسكم لبو كيسن الراته عزيز جباكته عليه إسرتي ما عنتم وان إسن چنك أم تنججو عنتكم چنك آن كيسن ركون كيسن حريص عليكم إسن الرتي فتنا كته إسن الرتي بلولا كته إسن أم اللي قرتني تي سولاف عذاب الرا بالمؤمنين مؤمن توتا رؤوف قرارافا كته رحيم رحمتك قرآ كته رحمة كبيسة كتاي كإساني أمر لي قلبي لا فوجتشو إن شاء الله درسين كنا فكاتا درسين أصول الثلاثة وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.